يعني خلينا نقول انه بمجرد الاعلان عن هذا المشروع ويعني كانت هناك يعني هزيمة للعملة الصعبة والعملات الأخرى داخل السوق الموازية. احنا كنا بنتكلم على حوالي 72 جنيه وصل سعر الدولار في السوق الموازية، وصل بعد هذه الصفقة وحتى اليوم إلى حوالي 44 جنيه، كان 72 جنيه بقى 44 جنيه، فدي هزيمة كبرى ويقترب من السعر في البنك الرسمي، وده انعكس حتى على الأسعار الذهب وعلى أسعار عدد من السلع. إحنا بنقول إن هذا المشروع هو شراكة وليس بيعا. يعني خلينا نقول أن مصر في عهد الرئيس السيسي لم تفرط في حبة رمل واحدة، وبالتالي تعرف قيمة مصر. الآخرون هم الذين لا يعرفون قيمة مصر، وشفنا اللي كان بيروج عن إن مصر ممكن تبقى تابعة لأي عاصمة من عواصم العالم تدار من خلالها، لكن مصر دولة ذات سيادة وفي عهد الرئيس السيسي تعرف هذه القيمة، وبالتالي نحن نبحث عن الاستثمارات في ظل مناخ جاذب للاستثمار. بنتكلم عن 11 مليار دولار وديعة إماراتية تحولت إلى استثمارات يعني تشمل كل التنمية في ربوع مصر وليس في رأس الحكمة فقط. هذا المشروع شراكة وليس بيعا. هذا المشروع سيعزز من قيمة الجنيه المصري، سيوفر الدولار في السوق، وبالتالي التجار والمستوردون الآن ليس لديهم حجة، لأن البنوك ستوفر هذا الدولار، وبالتالي سنعمل على جذب المزيد من السلع وبأسعارها الحقيقية. نعم. مما سينعكس على العقارات وعلى السيارات وعلى السلع الاستراتيجية. حضرتك بتتحدث عن استفادة الاقتصاد المصري ككل بالفعل، هنا وليس فقط فيما يتعلق بالسوق الموازية. هذا الأمر تناوله أيضا عدد من العناوين هنشوفها مع حضرتك في نفس الملف، وهو ملف مشروع تطوير رأس الحكمة. من روزا اليوسف هنقرأ هذا العنوان: طريق التعافي، رأس الحكمة أكبر صفقة استثمارية لمصر. من روزا اليوسف أيضا عنوان: المؤسسات المالية الدولية تشيد بصفقة رأس الحكمة. من الوطن عنوان: الحكومة اكتمال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بتسلم 5 مليارات دولار. أثر المشروع التطوير الكبير لرأس الحكمة على الاقتصاد المصري ككل، وحضرتك كنت لسه بتشير إليه باعتباره يعني هو مشروع هيكون من وراءه مشاريع أخرى، ليست الصفقة الوحيدة أو ليس المشروع الوحيد، مع توضيح اللي حضرتك ذكرته مشكورا أنه استثمار وهيكون هناك شركة مساهمة مصرية في هذا الموضوع وليس بيع. النقطة اللي دايما بنلاقي دايما هجوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عليها، على الرغم من التوضيح المتكرر من دولة رئيس الوزراء حتى عندما سئل هذا الأمر في المؤتمر الصحفي بشكل مباشر، ووضح من اليوم الأول هذه النقطة. يعني هو شراكة وليس بيع، لن ترضى عنك الإخوان وتابعوهم حتى تتبع ملتهم، يعني ده قولا واحدا. وبالتالي هذه الشراكة يعني شراكة مهمة جدا، وخلينا نوجه التحية للجانب الإماراتي على هذا الدعم السياسي والاقتصادي للمشروعات في مصر. ومصر تزخر بالكثير من المشروعات، مصر فيها مئات مثل رأس الحكمة، وشفنا العالمين، وعندنا على مستوى الساحل الشمالي كله حتى السلوم أراضي يمكن الاستثمار فيها، فإحنا بنتكلم على حوالي 150 مليار دولار هيدخلوا من هذا عوائد من هذا المشروع على مدار مدة المشروع. وللعلم أن 35% هي الشراكة المصرية، العوائد من هذا المشروع ستعود بالنفع على مصر، زائد أنها ستكون الإدارة التشغيل مصري، العمالة مصرية، شركات الموردين والمقاولات كلها مصرية، فبالتالي سيعود بالنفع. وإحنا بنتكلم على أنه سيؤثر على أنه بيواجه البطالة، الساحل الشمالي والأهالي مطروح سيستفيدوا من هذا المشروع الكبير. بنتكلم على وفقا لتصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء أن إحنا المشروع ده بمجرد تشغيله بعد ما يستكمل وهيبدأ في 2025 هيبقى عندنا 8 مليون سائح سنويا. نضيف جنبا إلى جنب هذا المشروع مع مشروعات أخرى ستدخل فيها كيانات عربية مع مستثمرين مصريين ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري. كما ذكرنا ونؤكد أن السنوات الست سنوات القادمة في هذه الولاية الثالثة للسيد الرئيس ستكون سنوات الحصاد وظهرت، والأهم من هذا الأمر أن ينعكس ذلك على السلع الاستراتيجية، وأعتقد أنه بدأ ينعكس على السلع.